الفنانين اللي بتكلم عنهم هو النجم محمد علي رزق. يا فناننا ازيك؟ زي حضرتك، ايه التقديمه الجميله دي؟ بس تستحقها والله. ربنا يخليكي. اولا كل سنه وانت طيبه انت وكل طيب. المشاهدين بخير ورمضان كريم عليكم جميعا. امين يا رب، امين يا رب، فعليا برحب بيك بجد. انا مش عارف اقول لك ايه على الكلام الحلو ده. والله من قلبنا. ربنا ربنا يكرمك. يخليكي، ربنا يخليكي. قول لي يا محمد بقى، مين الجندي المجهول اللي في حياتك؟ ايه كلمة السر اللي ورا محمد؟ والله هو كذا جندي مجهول، بس انا ممكن اختار لك التوب 3 زي ما بيقولوا، او اهم ثلاثة في حياتي. قول لنا. بس يمكن اهم جندي مجهول واولهم هو امي، ربنا الله يديها الصحة امين يا رب ويبارك لي فيها. امين. بجد امي جندي مجهول مهم في حياتي من يوم ما بدأت التمثيل، لما كل الناس كانت شايفة ان ايه الهبل اللي محمد بيعمله ده. الوحيده اللي قالت لهم سيبوه يعمل اللي هو عاوزه، مؤمنه بيك ومصدقاك. بالوقت اللي ما كانش حد شايف ده خالص. مرورا بالوقت مع اول مشكله حصلت لي في التمثيل وقررت اسيب التمثيل، وكانت اول واحده دخلت قالت لي مش ما ينفعش مع اول الم تجري وتسيب الخناق. الله. حياتك كلها خناقات، هتقع وتقف وتقع وتقف وتقع وتقف، ما ينفعش. الله عليها. مرورا بدعواتها اللي بتغذيني بيها قبل كل عمل وقبل كل اوردر، ورضاها عليا ودعائها ليا، فدي يمكن دي اهم جندي مجهول في حياتي. ربنا يديمها عليك نعمه ويخليها لك يا رب ويبارك في عمرها. سلم لي عليها. امين يا رب، امين يا رب. حبيبتي تسلمي. تاني جندي مجهول هي زوجتي. الله، انت لسه متجوز جديد، انت تعتبر عريس جديد يعني صح؟ انا اعتبر عريس جديد، بس هي جات لي في مرحله انتقاليه مهمه في حياتي. في سنة واحدة قدرت تبقى جندي مجهول في حياتك؟ طبعا، لأن في قبلها كمان سنة خطوبة. ما شاء الله. في سنتين مش سنة. أنا أعتقد هو مش بالسنين، هو بالمواقف، يعني هي كان بالضبط. أكيد مواقفها كتير معاك. هي ظهرت في وقت مهم في حياتي. كنت أنا فعلا محتاج في حد في ظهري. إن أنا قررت إن أنا أتنازل عن بعض أشياء في شغلي وما أعملهاش مقابل إن أنا بحلم بحاجة أكبر. فكان رد فعلها إن لو هناكل زي ما بيقولوا كده لقمة بملح تمام. الله عليها. ووقفت جنبي جدا في الموضوع ده، مرورا بوفاة والدي رحمة الله عليه. الله ووقفتها يرحمه. معايا. الله يرحمه. ووقفتها في ظهري. الله يرحمه. دي الزوجة الأصيلة الحكيمة. دي الزوجة الأصيلة الحكيمة، ربنا يكرمها يا رب ويخليكوا لبعض. يكفي ان هي بتوافق على اي قرار في مصلحتي، حتى لو القرار ده ممكن يجي على البيت وعلى حياتنا الشخصيه شويه، بس ما دام ده في مصلحه شغلي فهي بتوافق عليه، وبالعكس بتكون داعمه لي اكتر مني كمان. الله عليها، الله عليها. انا حبيتها من غير ما اشوفها. الله عليها، يعني شفت صورها بس ما تعرفتش عليها، بس حبيتها من كلامك. ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك. امين يا رب. مين الجندي الثالث؟ الجندي الثالث هو صديقي واخويا الكبير، وهو فنان زميل واستاذ بتعلم منه، هو احمد ثابت. الفنان احمد ثابت. الفنان احمد ثابت. ازيك يا احمد؟ ثابت صديق واخ ومعايا في كل المواقف الشخصيه والفنيه، في كل سقطاتي من اوائل الناس اللي بلاقيهم جنبي، في كل لحظات الشده اول بني ادم بلاقيه جنبي، في كل لحظات الفرح اول انسان بلاقيه جنبي. بس سبحان الله بيبقى جنبي جدا في الشده والوقعه قوي. طب مش فاكر موقف معين بعينه تحكيه لنا؟ موقف معين سواء في شغلك او في حياتك وقف جنبك قوي فيه؟ والله انا فاكر كويس جدا موقف في شغلي. كنت متوتر جدا بسبب دور ما وقاعد بذاكره، وكلمته في التليفون وقلت له انا متوتر، وكنت رايح التصوير اول يوم. عادة الممثلين لو مش شغال في العمل بيبقى لا يحبذ ان هو يعني بيحرج ان هو يروح للناس التصوير. ايوه. خصوصا في اول ايام التصوير، لا يتفهم غلط. ايوه. وده كان اول يوم تصوير لمسلسل وليا، وكنت متوتر جدا. رحت لقيته واقف مستنيني. الله على الجدعنه. وطلع معايا الكرفان وقضى معايا اليوم كله واطمن عليا لغايه ما لقاني تمام كويس. قال لي انا خلاص انا كده اطمنت عليك، يلا السلام عليكم، راح واخد بعضه ومشي. ايه الجدعنه دي؟ ايه الجدعنه دي؟ ما شاء الله. هو صديق واخ كبير
واخ معنى الكلمه يعني. يا محمد وانت كمان جدع يا محمد انك فاكر له المواقف الحلوه دي يعني وبتعترف بيها على الهوا دلوقتي، وكلامك كله صادق ومن القلب للقلب فعلا. لا يعني من ينكر فضل الناس يعني يبقى انسان جاحد، انا ما اقدرش انكر فضل الناس عليا ابدا. شكرا ليك، شكرا، بشكرك، شرفتنا النهارده. حيث الشرف ليا، وكل عام وانتم بخير ورمضان حضرتك كريم عليكم جميعا. شكرا يا محمد، وانت طيب، ربنا يخليك. دايما بتشرف الحقيقه بكل ضيوفي اللي بيشرفوني هنا في من القلب للقلب، سواء بمداخله او ضيوف في استوديو، لكن النهارده بجد انا متشرفه بمداخله الفنان محمد علي رزق، وكمان سعيده، سعيده لانه ما نسيش صديق عمره وما نسيش دوره في حياته، وخلى مكانته من مكانه مامته وزوجته اللي هم اغلى الناس عليه، وده تقدير منه لصاحبه. عشان كده يعني طول الشهر الكريم انا بطلب منكم اعملوا زي محمد الفنان الجميل، ابعتوا لنا على صفحتنا عن ناس في حياتكم، جنود مجهوله، سواء كان صديق او جار او مدرس او زميل، ابعتوا واحنا هنعرض رسائلكم على الهواء مباشره.